تفرح ان انت مبسوط النهارده؟ قوي. العكس بقى تماما. اولا ان انت تلاقي ناس من مرسى مطروح وناس من العريش وناس من الفيوم وناس من اسوان، ناس من سوهاج، الوجه البحري بالكامل، منطقه القناه معظمها موجود، اكثر من 120 نادي ان لم اكن مبالغ يعني موجودين النهارده. دي نقطه مهمه. نمرة اتنين انه معظم الاخوة المرشحين النهاردة متواجدين بشكل جيد والشكل احسن بكتير من المرة اللي فاتت. نمرة تلاتة روح الالفة، المحبة اللي موجودة ما بين الجمعية العمومية وما بين السادة المرشحين ايا كان مين هم، حتى الناس العاديين اللي مهتمين بكرة القدم اللي جايين النهاردة نفسهم يقولك تعملوا حاجة للكرة المصرية. وانا زي ما قلت لك احمد، انا كان بقالي فترة غايب عن الجمعية العمومية. المرة فاتت كان في تجمع اقل شوية في المنصورة، النهاردة التجمع اكبر بكتير ما شاء الله. حبه الناس برضو بتفرق مع الواحد من فضل الله، الحمد لله. حضرتك اللي انت قررت بصوره نهائيه الترشح على منصب النائب. والله بص يعني ايه، تقدر تقول ان الامور احسن بكتير 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 قوي قوي قوي. فاضل تظبيطه بقى جوانا ان شاء الله تتظبط، وممكن النهارده نعلن خبر قد يكون كويس يعني ان شاء الله بامر الله. المشاكل والخلافات انتهت تماما داخل القائمه؟ مفيش حته ما فيهاش مشاكل وخلافات، بس لو تحصرها في اضيق الحدود بحيث ان انت تسيطر عليها عشان تعرف تنجح مستقبلا، عشان لما تبقى على ترابيزه يبقى في الخلافات الفنيه الجميله لصالح الكره المصريه لصالح الجمعيه العموميه، الف مليون اهلا وسهلا بها. لكن خلافات شخصيه ده اللي انا ما بحبوش. اتمنى النهارده يكون بدايه جديده، لان الشكل مفرح والشكل جميل قوي يا ابو حميد.